للمزيد ينضم الينا من بغداد عبر الهاتف باسل الكاظمي المحلل السياسي. يا سيد باسل، الى اي مدى ترشيح مصطفى الكاظمي يعد ضربه استباقيه من الكتل الشيعيه، وربما يعبر عن حاله ودرجه من القلق من قدرات الزرفي على تمرير تشكيلته الوزاريه؟ تحيه طيبه لكم ولقناتكم الموقره وللساده المشاهدين. سيدي العزيز، القوى السياسيه وبالخصوص البيت الشيعي، نحن عندما نتحدث البيت الشيعي لو تابعنا لراينا بان هنالك الاحزاب الاسلاميه او الذي هي تمتلك فصائل مسلحه وهي التي قريبه من الجانب الايراني، هي متخوفه من السيد الزرفي من عده مسائل. المسألة الأولى والأساسية بأن هذه الأطراف تحاول بأن يكون مرشح لرئاسة الوزراء بأنه يميل معهم أو يكون توجهاته وكل هذه المسائل معهم، فحال ولو بشتى الوسائل بأن يكون هناك تغيير إلى السيد الزرفي بالكاظمي حتى يحفظ مصالحهم وحتى الجانب الآخر. لكن يا سيد باسل، دستوريا هذا الترشيح، دستوريا طبقا للمادة 76 هذا الترشيح مسألة غير دقيقة. الأصول الدستورية تؤكد أن لابد للزرفي أن يقدم التشكيلة الوزارية للبرلمان ويتم قبولها أو حتى رفضها، أليس كذلك؟ نعم سيد العزيز، الدستور العراقي بأنه لا يسمح باستبدال السيد الزرفي في الوقت الحالي إلا بعد مرور 30 يوم بعد بأن يقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان، فتحت قبة البرلمان أما القبول أما الرفض. أما الآن يتم استبدال السيد الزرفي بالكاظمي، هذه تعتبر مسألة خلق للدستور ومسألة غير صحيحة. طيب، ونحن نتوقع إذن هذا الترشيح يا سيد باسل، نعم، لا محل له الآن من الإعراب، خاصة وأن هناك بعض الزيارات من الشخصيات الإيرانية مثلا كعلي لاريجاني وإسماعيل طهاني وهو خليفة لقاسم سليماني، والتقت هذه الشخصيات مع بعض الكتل الشيعية كعمار الحكيم وهادي العامري. أي أن السؤال هنا، مصطفى الكاظمي هو مرشح إيران لرئاسة وزراء العراق، أليس كذلك؟ إن صحت هذه الكلمة. تحصيل حاصل بأنه مصطفى الكاظمي لديه نوعا ما يميل أو منافس سياسة في الجانب الإيراني أو الأحزاب الذي لديها انتماء إلى الجانب الإيراني، ولكن مهما أن تكون هنالك مباحثات بإمكان السيد رئيس الجمهورية أن يخضع إلى الدستور ولا يقبل كل المطالب التي تأتي من هذا الطرف وذلك الطرف حول الاستبدال إلا بعد مرور 30 يوم. هذا يعتبر غير خلق للدستور. أما إذا خضع إلى الأحزاب وتم الاستبدال فهذا يعتبر خلق للدستور. لا ننسى هنالك مسألة أخرى، التدخل الخارجي أو التدخل الإيراني الآن عنصر مهم ويلعب دور فعال باستبدال السيد الزرفي، لكون حتى الجانب الإيراني هم على اطلاع وعلى يقين بأن السيد الزرفي يريد أن يكون مع جميع البلدان على مسافة. طيب، واحدة ليس فقط مسألة الضغط الإيراني أو الضغط من الخارج يا سيد باسل، هناك بعض الكتل الشيعية لها أجنحة عسكرية، أليس كذلك؟ وهي تهدد في بيانها الأخير الأمن في العراق. إلى أي درجة هذه التهديدات جادة وما هو موقف الشارع منها؟ الشارع، عدنا إلى الشارع العراقي. الشارع العراقي يرفض كل الفصائل المسلحة ويرفض كل السلاح المنفرط الخارج عن سيطرة الدولة ويرفض التدخلات الخارجية. القوى السياسية هي ليس مع بأن هنالك بناء دولة ويكون القرار بداخل العراق بعيدا عن هذه المسميات. نحن الآن نتعامل بإطار بهذه التهديدات وهذه المسائل من بعض الفصائل المسلحة، نتعامل بنظام اللا دولة. نظام اللا دولة بمعناه كل من يمتلك سلاح أو مجاميع مسلحة أن يهدد. أين تكون هيبة الدولة؟ أين يكون طيب الدستور؟ هذا السؤال. لكن ماذا عن الكتل السنية والكردية؟ ما هو موقفها؟ حتى الكلمات التي ذكرناها في متن الخبر أنها أعلنت موقفها بأنها لن تتفاوض أو حتى تقدم أي مشاورات مع أي شخصية ليست عليها توافقات من الكتل الشيعية، هل هذا هو أمر من أمور الغزل السياسية أم لها مآرب أخرى يا سيد باسل؟ لا، البيت السني والبيت الكردي هو لا يهمهم من يكون رئيس مجلس وزراء،
يهمهم من يحفظ مصالحهم ويحفظ بأن يحصلوا على خطائب وزارية في تشكيل الكابينة الوزارية القادمة. أما المباحثات والخلافات وهذه المسميات في وضعت بعاتق البيت الشيعي، وأثبت الأساس من البيت الشيعي بأنهم غير موفقين بتشكيل حكومة أو اختيار شخصية يكون ولاؤه مطلق إلى العراق. يحاولون أن يكون شخصية لديه ولاؤه إلى الأجندات الخارجية وإلى المجاميع المسلحة. هذا بمعناه نحن نعمل بالوكالة إلى هذه الدولة وتلك الدولة، فهذا من أهم العناصر الذي القوى السياسية وبالخصوص الشيعية الذي رفضت ترشيح السيد الزرفي. لا ننسى أن عدنا إلى عقارب الساعة للوراء، الكثير من الأطراف وحتى من البيت الشيعي كان يرفض ترشيح مصطفى الكاظمي، ولكن عندما لاحظوا بأن مصطفى الكاظمي وجوده بأنه يصب بخدمة هذه الأحزاب وعدم محاسبة المجاميع المسلحة وعدم بأن يضع حد إلى التدخلات الخارجية إيرانية وغير إيرانية، هذا ما جعلهم يصبون بأن يتم ترشيح مصطفى الكاظمي. هذا جانب آخر. الجانب الأساسي الآن الزيارات من القيادات الإيرانية إلى بغداد والمباحثات حول تشكيل الحكومة، فبمعناه القوى السياسية الشيعية تعترف بأن اختيار رئيس مجلس الوزراء يجب أن يحصل بحضور أو بموافقة الجانب الإيراني. شكرا جزيلا. ضيفنا من بغداد عبر الهاتف باسل الكاظمي.